كاين هذا السؤال اللي كيجينا بزاف، كيسمعوا الناس بان الصيام بالعكس عنده فوائد على 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 مرض السرطان، وبالعكس ملي كيصوم المريض كيكون المضاعفات ديال المواد الكيماويه قليله. بالفعل غير هو خصو يفرقوا الناس ما بين جوج انواع الصيام. حنا في شهر رمضان كنقوموا بالصيام الديني، يعني مده مثلا 15 حتى 16 ساعه، الامساك عن الاكل والشرب نهائيا. وكاين الصيام الطبي ولا الصيام المتقطع اللي بينت واحد الدراسات والابحاث العلميه انه عنده منافع على مرض السرطان ولا على كيقلل من المضاعفات. فهاد الصيام المتقطع المريض ما تيقطعش السوائل، يعني كيبقى ياخذ المياه السوائل ويقد بحال ما كياكلش غير المواد اللي فيها السعرات الحراريه كثيره. دونك حنا هذا الشيء ما دخلش في الصيام ديال رمضان اللي هو الصيام الديني. واش الا صام المريض يقدر ياثر على مسار الاورام ولا بطريقه مباشره؟ لا، بالعكس ملي كيصوم الانسان بحال اللي كيدير الجسم ديالو في واحد المرحله ديال الراحه. كنعرفوا ان الخلايا السرطانيه كتغدى على السكريات، يعني ملي كنقصوا النسبه ديال السكريات والسعرات الحراريه الى غير ذلك، بحال اللي حنا كنعطيو الفرصه داك الخلايا السرطانيه باش ما تكاثرش بسرعه. بالعكس الصيام عنده فوائد على 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 السرطان، يقدر يساعد ويحد من انتشار داك المرض ملي كيكون في الحاله النشطه ديالو. غير هو هذا راه اللي كنهضروا عليه هو الصيام المتقطع ماشي الصيام الديني.